السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكل متابعيني من كل مكان. أنا إيناس عبد الله ودي قناة نبتة حسنة. طبعا زي ما انتم عارفين القناة محتواها تأسيس الأطفال من الصفر وكمان متابعة المناهج الدراسية الجديدة. زي ما احنا شايفين كده جداول الضرب. لو سألتي أي طالب أصعب جدول بالنسبة لك إيه هيقولك جدول 9. لو سألتي أي أم بتتعبي قد إيه وانت بتحفظي ابنك جدول 9 هتقولك بننهار. جدول 9 من الجداول الصعبة. أنا شخصيا وأنا طالبة كنت بتلخبط فيه جدا، بحس إن أرقامه كبيرة وشبه بعض. يعني بصوا كده 18 81 27 72 36 63 45 54. الأرقام مقلوبة أصلا، شكله يلخبط. طيب الحلقة بتاعتنا النهاردة هنعمل فيها إيه؟ الحلقة النهاردة هنخليك تحفظ جدول 9 من غير ما تحفظه، تمام؟ هنحله في أقل من نص دقيقة. هديك 4 طرق اختار منهم الطريقة اللي تعجبك، الأربعة أسهل من بعض. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة الأولى، شايفين جدول الضرب هو مكتوب من أول جدول 9 في 1 لحد 9 في 10. تعالوا نشوف هنحل الجدول إزاي. بصوا معايا كده، ركزوا معايا. هنكتب الأرقام 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام، يلا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خلاص حلينا جدول الضرب. تعالوا نشوف كده، هقول بقى بالعربي ماشي. 9 في 1 ب9، 9 في 2 ب18، 9 في 3 ب27، 9 في 4 ب36، 9 في 5 ب45، 9 في 6 ب54، 9 في 7 ب63، 9 في 8 ب72، 9 في 9 ب81، 9 في 10 ب90. حلينا جدول الضرب في أقل من ربع دقيقة. طب يا ميس، عشان ابني مثلا هيجيله في الامتحان 9 في 6، هيبدأ يكتب كل جدول الضرب عشان يحل المسألة دي؟ احنا بنحفظ جدول الضرب عشان يسهل علينا ولا عشان يضيع لنا وقت؟ لا طبعا ما يرضينيش، وهقولك على طريقة تانية سهلة جدا، اسهل من دي كمان. يلا تعالوا نشوف كده مع بعض الارقام اللي احنا طلعناها او النواتج بتاعت جدول 9. بصوا كده النواتج بتاعت جدول 9، ركزوا معايا قوي، ركزوا معايا قوي. أول ناتج اجمعوا كده الرقمين دول مع بعض، 0 و9 9، 1 و8 9، 2 و7 9، 3 و6 9. كل الأرقام هتلاقوا مجموعها 9، 6 و3 9، 7 و2 9، 8 و1 9، 9 و0 9. ايه ده؟ بصوا بقى الناتج اللي احنا استنتجناه دوت، ان كل نواتج جدول 9 الرقمين بتوعهم لو جمعتوهم هيدونا 9. المعلومة اللي احنا عرفناها دلوقتي دي ممكن نستخدمها في حل جدول 9. ازاي؟ تعالوا نشوف. هنعمل درافت كده ونبدأ نحل. 9 عايزة اكررها 7 مرات، هعمل ايه؟ اول حاجة هسيب 9 زي ما هي، مش اقرب لها، هاجي للرقم اللي جنبها هشيل منه 1 هيبقى 6. الستة فضل لها كم عشان تبقى 9؟ فضل لها 3، 63. تمام، تعالوا نشوف كده 7 في 9، 7 في 9 63 اهي. طب كمان رقم 9 باي 2، هنعمل ايه؟ هنعمل 2 هنشيل منها 1 ماينس 1 هتبقى 1. ال 1 فاضل له كام عشان يبقى 9؟ ال 1 فاضل له 8، بقت كام؟ 18. تعالوا نشوف 2 في 9 2 في 9 ب 18، 18. طب كمان رقم، هاتولي اي رقم، اي رقم. 9 عايزين نكررها 9 مرات، 9 باي 9. هنسيب واحدة ونخش على التانية، هنشيل منها 1 هتبقى 8. 8 فاضل لها كام عشان تبقى 9؟ فاضل لها 1، بقت كام؟ 81. تعالوا نشوف كده 9 في 9 بكام اهو. بذمتكم بقى في اسهل من كده؟ نعمل كمان مسألة عشان أأكدها عليكم قبل ما نبتدي في الطريقة رقم 3. 5 عايزة اكررها 9 مرات. على فكرة بقى من خصائص جدول الضرب ان عادي ممكن تقولي 9 في 5 او 5 في 9، الاتنين عادي هيدوك نفس النتيجة. تعالوا نشوف. 5
هنشيل منها واحد هتبقى أربعة. الأربعة فاضل لها كام علشان تبقى تسعة؟ الأربعة فاضل لها خمسة أهو. لو مش عارف هنعد على إيدينا، هنعد من الأربعة لحد ما نوصل للتسعة. بعد الأربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، عدينا خمس أرقام، بقيت عندي النتيجة 45. تعالوا نشوف أهو، 9 × 5 = 45. وزي ما قلت لك إن جدول الضرب تبادلي، يعني عادي ممكن 5 × 9 هي 9 × 5. تمام. طب تعالوا نجرب كده 9 × 5. التسعة هنسيبها ونخش على الخمسة، نشيل منها واحد، أهي هي هي. تمام. طيب دي كده الطريقة التانية. في طريقة تانية؟ أيوة طبعا في طريقة تانية. تعالوا نشوف الطريقة التالتة، بتعتمد على جدول 10. تمام. يعني احنا عارفين ان اي رقم فيه 10 بيدينا الرقم ده وجنبه صفر. تعالوا نجرب كده، 2 × 10 = 20، 3 × 10 = 30. تمام. طيب معنى كده ان انا لو عايزة 2 × 9 ومش عارفاها، اجيب في مخي على طول جدول 10، 2 × 10 = 20، ونطرح منها 2 بقت 18. طب 3، اجيب في مخي على طول جدول 10، 3 × 10 = 30، ونطرح منها 3. طب الأربعة هتبقى 40 ناقص 4. طب الخمسة هتبقى 50 ناقص 5، وهكذا. تعالوا نشوف كده، 3 × 9 30 ناقص 3 = 27، 4 × 9 40 ناقص 4 = 36. طب 50 ناقص 5 = 45. ها الطريقة دي سهلة ولا صعبة؟ سهلة. تعالوا تاني ناخد مسائل تانية على الطريقة دي. انا عايزة نكتبه بقى بالنمبرز اللي هي عشان الولاد اللي بيذاكروا بالانجليش. مثلا عندي في 9 2 × 9 او 3 × 9 4 × 9. هنعمل ايه؟ 2 هتبقى 20 − 2، وال3 هتبقى 30 − 3، وال4 هتبقى 40 − 4، وهكذا. 20 − 2 18، الـ30 − 3 = 27، الـ40 − 4 = 36. تمام. طيب في طريقة رابعة؟ أيوة في طريقة رابعة، طريقة برضو سهلة، بس طبعا كل الطرق اللي أنا قلتها قبل كده أسهل بكتير من الطريقة اللي هقولها دلوقتي، بس برضو هقولها لكم يمكن حد يستفيد بها. طيب يا ترى بقى إيه الطريقة الرابعة لحل جدول 9؟ تعالوا نشوف، 9 في أي رقم؟ 9 في 7 مثلا، 9 × 7 equal كام؟ تعالوا ناخد كمان مسألة، 9 × 8 equal كام؟ 9 فاضل لها كام علشان تبقى 10؟ 1. والسبعة فاضل لها 3. هنعمل ايه في الرقمين دول؟ هنضربهم في بعض هتدينا 3، وبعدين هنطرح 9 من 3 هتدينا 6، الناتج هيبقى 63. تعالوا نشوف 63. طيب الناين فاضل لها كام عشان تبقى 10؟ فاضل لها 1. والايت فاضل لها 2، هنضربهم في بعض هيدونا 2، والتسعة هنشيل منها 2 هيدينا 7، 72 اهي نفس الناتج. هديكم كمان مسألة، 9 × 5. تعالوا نشوف، 9 فاضل لها كام؟ فاضل لها 1. والخمسة فاضل لها كام؟ فاضل لها 5. 1 × 5، 1 × 5 = 5. 9 نشيل منهم 5، 4، 45، 45 اهي. تمام كده. طيب يبقى احنا كده خلصنا جدول 9. طب تعالوا نحل تمرينات على جدول 9. شيل بقى ديت، اظن بقى جدول 9 بقى سهل جدا بالنسبه لنا. تعالوا نشوف بقى هنحله ازاي وبانهي طريقه. انا عن نفسي هختار الطريقه دي، ان احنا هنسيب 9 وهنمسك الرقم الثاني وهنطرح منه 1 هيبقى 8، 8. 9 − 1 = 8، ال 8 فاضل لها كام عشان تبقى 9؟ 1. تمام. 2 − 1 هتبقى 1، فاضل لها كام عشان تبقى 9؟ فاضل لها 8. حليناهم على طول.
طيب الستة، الستة فضل نشيل منها واحد هتبقى خمسة، خمسة حلو. فضل لها كام عشان تبقى تسعة؟ فضل لها أربعة. طيب التسعة في واحد احنا قلنا ميرور، تسعة في واحد بتسعة. ولو عايزين بنفس الطريقة اللي أنا قلت عليها دلوقتي هنحلها، تعالوا نشوف ازاي. الواحد هنشيل منه واحد هيبقى صفر، الصفر فاضل له كام علشان يبقى تسعة؟ فاضل له تسعة، وطبعا الصفر على الشمال مش بيتقري، فالرقم ده اللي هو ايكوال ناين برضو، تسعة. طيب التمانية هنشيل منها واحد هتبقى سبعة، فاضل لها كام عشان تبقى تسعة؟ فاضل لها اتنين. أي حاجة في صفر بصفر، تمام. تسعة في أربعة، هنشيل من الأربعة واحد هتبقى تلاتة، فاضل لها كام على التسعة؟ ستة. برضو هنا التلاتة هتبقى اتنين، فاضل لها كام؟ اهي النواتج مظبوطة 100%. الخمسة هنشيل منها واحد هتبقى أربعة، وفاضل خمسة كمان عشان تبقى المجموع بتاعهم تسعة. السبعة هنشيل منها واحد هتبقى ستة، فاضل لها كام عشان تبقى تسعة؟ فاضل لها تلاتة، تمام. ويبقى كده النواتج بتاعتي مظبوطة 100%، وحليت جدول تسعة بمنتهى السهولة ومن غير ما احتاج ان انا احفظه. وبكده تكون الحلقة خلصت النهاردة. ما تنسيش تنزلي تحت في صندوق الوصف سايبالك فيديو مهم جدا عن أساسيات جدول الضرب. أستودعكم في رعاية الله، كنت معكم إنس عبد الله من قناة نبتة حسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.